وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد جئنا إلى هنا بدعوة كريمة في ليلة تكريم المرحوم والمغفور له بإذن الله تعالى الحاج فاروق أحمد مأمون عيسى، والد كل من الأستاذ أحمد فاروق والأستاذ عمر فاروق. الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، خالق الثقلين وباسط الكفين، استوى على العرش والكرسي موضع القدمين. لا تسأل بكيف ولا بأين، لأن الإله فوق الأين. سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وحسن الصفات، سبحانه له علو الذات. سل آدم لما تلقى من ربه كلمات، وسل يونس لما نادى في الظلمات، وسل موسى عن الميقات، وسله أيضا عن التسع آيات البينات، وسل يوسف عن السجن وعن الجبد، وسله أيضا عن السبع سنوات. ثم ارتقي واسأل عن سدرة المنتهى وعن بقية السدرات. هنا وقف الحبيب محمد وسجد لله في ساحة الساحات. هنا وقف الحبيب محمد وختم به الرسالات. هنا وقف الحبيب محمد فانعكس نور الإله على نور الحبيب محمد، فكان نور الحبيب محمد كنور مشكات. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وتاج رؤوسنا محمد رسول رب الأرض والسماوات. سل أبي بكر عن الغزوات، وسل علي عن الرايات، وسل عمر بن الخطاب عن الموافقات، وسل حسان عن شعره، وسله أيضا عن فصاحة الكلمات. وسل عائشة عن الأمهات، وسل مريم ابنة عمران عن النساء الكاملات المؤمنات، وسل الكون، وسل الأرض، وسل السماوات، يقولون لك أن ربك رب البريات وأن محمد رسوله سيد السادات. أيها الإخوة المؤمنون، أيها المعزون الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الجالس معنا والمستمع إلينا في كل مكان يجب أن يقدم التحية العطرة المباركة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا سويا نستمع إلى القرآن الكريم، هيا بنا نستمع إلى الدقة في الأحكام والنغم الشجي الذي يفسر القرآن بالقرآن. نعيش الآن مع التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السيد عبد الله، القارئ بمصر والعالم العربي والإسلامي والمقيم بكفر طناح مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. أتمنى له علوا ورقيا وسموا وروعة كما عودنا. ادعو له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع. فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا
شيء فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله صدق
قل صدق الله قل صدق الله قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى العالمين للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
آيات بينات فيه آيات بينات مقام دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن دون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء
وما الله بغافل عما تعملون. يا رب العالمين يا رب. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله.
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها يا رب. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. لقد سمعنا واستمتعنا بما هو خير القرآن الكريم، آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود السيد عبد الله القارئ والمقيم بكفر طناح مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، شكرا على حسن الاستماع وشكر الله سعيكم جميعا.